السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة والأول مرة أنا خدت حبتين كده إن شاء الله، يعني حبتين شجاعة كده، وأتفرج على خطاب السيد الرئيس الزعيم المفخر الأستاذ عبد الفتاح السيسي، وهتفرج عليه بشكل حيادي خالص وبشكل متجرد، ما عنديش أي مشكلة خالص. فخلونا نتابع الحوار. ومن فضلكم عيشوا حياتكم، عيشوا حياتكم. هقول كلمة بتقولوها أنتوا يا مصريين. كلمة صعبة مش عايز أقولها. لا مش هينفع أقولها. والنبي والنبي قول يعني. لا 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 وبعدين مش هنسيبك، مش هنسيبك. قول والنبي لا تقول. يعني بلاش هري، يعني بلاش هري. كل سنة وانتم طيبين. بتسقفوا على ايه يا اولاد الجزر؟ وكنت دائما صادق وامين ومخلص معكم وشريف، وانا كما ما زلت على العهد ده. بلاش هري يعني، بلاش هري يعني. جتتنا اتلبشت يا عم، ده احنا يا عم، ده احنا مرارتنا اتشالت بسببك يا عم، ده الشعب كله بيسار دم بسببك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.